فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها بدون نفقة هي والأولاد. نعم. يقول السائل: نعم، هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها هي وأطفالها ليس لهم نفقة، فهي مضطرة للعمل خلال أيام الإحداد، فهل يجوز لها أن تخرج في هذه الأيام؟ نعم، إذا احتاجت للعمل تنفق على نفسها على أولادها تخرج في النهار، تخرج في النهار لا في الليل، الليل تبيت في بيتها ولا تخرج منه، أما في النهار فيجوز لها الخروج للحاجة طلب الرزق. نعم.